فرحتي إذا تعرفت على أميرة وقدرت إني أسكن قلبها وحبتني مثل ما أنا كوحش. أنت كيف حبيتيني قولي؟ وأنا عبارة عن وحش كاسر وكنت بشع وقاسي. أنت ليش حبيتيني؟ وبتعرفي إني شخص مو منيح. أنت حدا منيح كتير، حتى أي حدا ممكن يحبك، بس الظرف اليوم ضدك. يا أمير، أنا عرفت إنه أنت حدا كتير منيح، وعرفت إنه قلبك طيب كتير من جوا، لهيك فوراً حبيتك. حلو كتير، شو هالأداء هاد؟ عن جد شي حلو. عن جد أنا كتير فخور اليوم. لك مع مين عم يحكي هاد؟ أكيد مع الأمير. كان أداؤن كتير حلو، وخاصة البنت يلي لعبت دور الأميرة، ما هيك؟ بجوز اثنيناتهم يربحوا المسابقة اليوم. وبعد المسابقة رح نطلب من الرابحين ومن أهاليهم يطلعوا على خشبة المسرح، وقت الضيوف المميزين رح يقدموا جائزة للي ربحوا المسابقة. بلكي طلبوا مني اطلع على المسرح اليوم، وقتها بيعرف أبي إنه كيارا بتكون بنتي. شو أعمل؟ بتمنى كيارا ما تربح بالمسابقة. شكراً. ليش أنا صاير عاجزة لهي الدرجة؟ لك ما في أم بالدنيا بتتمنى لبنتها ما تنجح بشغلة بتحبها. مين عم يدق لك؟ عم يدقوا من المكتب، برجع لك بعد شوي. زقفوا لهم من قلبكم.